من خلال الجماهير. ألف ألف مبروك تاني لكل عنصر بيشجع الفانيلا البيضاء، إن كان مشجع إن كان مسؤول إن كان لاعب، كلهم يستاهلوا كل خير. طبعا ألف مبروك كابتن أشرف، الله يبارك فيك كابتن، يعني أنت فرحة حلوة أكيد. جميلة أشرف هنتكلم أكيد كتير. كابتن زكريا برضو يعني طبعا أنت راجل طبعاً. الناس الجميلة ولعبت في الزمالك برضو، الفوز ليه تمن وحط بطولات مع الزمالك كابتن زكريا، والفوز ليه تمن يعني أكيد. تمن وهو السعادة والفرحة، ومن حق جمهور الزمالك وكل مسؤولين وكل عاملين في نادي الزمالك وأعضاء نادي الزمالك إن هم يسعدوا ويفرحوا أكيد بالفوز، وتكون بداية انطلاقة لنادي الزمالك لأنه يستحق، بيملك من اللاعبين والأجهزة الفنية وأبناء نادي الزمالك وانتم موجودين يا يعني حازم وكابتن أشرف طبعا أنكم تفرحوا بالفوز، وفي نفس الوقت وإحنا تعلمنا وتربينا على الروح الرياضية أن إحنا زي ما بنبارك للفريق الفايز بنقول اللي نفسه سواء الأهلي وإمبي ودجلة، الحقيقة كل فريق كان بيتنافس بنقول له هارد لك، واللي جاي لسه البطولات قادمة، لكن الزمالك من حقه ودايما في السعادة وفي الفرح بيبقى مسموح يبقى أكيد. فيه تجاوز، لكن الأسبوع الجاي فيه مباراة أفريقية، الزمالك زي ما بيستعد والأهلي بيستعد وسموحة كمان بيستعد، عندهم هدف قادم بيقفلوا ملف بطولة ويفتحوا ملف جديد عشان يكملوا المسيرة. يمكن يقفلوا الملف اللاعبين ولكن الجماهير الزمالك تفرح شوية وتفرح كتير لأن حقها تفرح. وأنا معانا واحد من اللعيبة وهو جمهور كمان لأنه واحد مهم جدا وزملكاوي جامد جدا هو كابتن أحمد حسام ميدو. مساء الخير يا ميدو. مساء الخير يا كابتن حازم. مبروك ومبروك لنادي الزمالك الفوز طبعا بطولة الدوري، وسلامي للكابتن أشرف وكابتن زكريا. أهلا بيك يا ميدو، ربنا مبروك يا ميدو. طبعا عميدو الاول ببارك لك على انك تبقى مدير الفني نادي الاسماعيلي عشان احنا يمكن انا اول مره اطلع بعد الاجازه، بالتالي الف مبروك، وان شاء الله يمكن نتكلم مع الكابتن اشرف والكابتن زكريا على ان شاء الله الموسم القادم هيكون بدايه خير لجيل جديد من المدربين. انت مرنت طبعا وخدت بطوله الكاس ولكن مع الاسماعيلي تجربه جديده، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله. قبل ما اكلمك على الاسماعيلي بس يعني برضه انت واحد من ابناء نادي الزمالك، شايف النهارده ازاي؟ شايف الدنيا ازاي في نادي الزمالك؟ لا طبعا البطوله مستحقه، نادي الزمالك كان الفريق الأفضل منذ انطلاق المسابقة رغم الظروف الصعبة وتغيير أربع أجهزة وأربع مدربين، إلا في رأيي أن اللعيبة كان عندهم هدف واحد وهو الفوز بالبطولة. طبعا الكباتن معك في الاستوديو يعلموا تماما مدى صعوبة تغيير جهاز فني واحد فما بالك بأربع أجهزة فنية خلال الموسم. فطبعا ببارك لجمهور نادي الزمالك، والحقيقه هم اكتر ناس تستحق الفرحه لان جمهور نادي الزمالك صبر كتير، ورغم الابتعاد عن البطولات ومنصات التتويج لسنوات طويله الا ان هم كانوا دايما شايفين الامل وشايفين ان نادي الزمالك سيعود مره اخرى. وفي بعض الاوقات في ناس تهكمت على جمهور نادي الزمالك من يعني لما كانوا بيقولوا للزمالك قادم، لكن دلوقتي زي ما احنا شايفين ان لحظات التتويج الزمالك لا يموت ابدا والبطل لا يموت ابدا، ومهما طال يعني انتظار العودة كنا كلنا متأكدين ان الزمالك سيعود مرة اخرى.